يا ترى لو انا بسجل الفيديو ده من 30 سنه كان هيبقى ايه الاختلاف ما بين دلوقتي و 30 سنه فاتوا؟ اكيد كلكم هتقولوا الشكل وحاجات تانية كتير، بس حقيقي مش هو ده المهم في مجال الطب. الاختلاف الحقيقي هو الخبره. خلال 30 سنه بقى عندي خبره كبيره جدا جدا الحمد لله، اللي بتخلي اي مريض يكشف عندي يبقى عنده ثقه في ان انا اقدر اقدم له العلاج الكويس ليه او لابنه او لبنته او لاي حد يهمه من قرايبه. معاك الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري طب وجراحه العيون ومستشفيات ومراكز المغربي في القاهره وفي مصر وفي الامارات والسعوديه وعمان. وخلال ال 30 سنه دول اكتسبت من الخبره كتير جدا اللي تخليني بعد توفيق ربنا الحمد لله وبعد التكنولوجيا والشهادات والمؤتمرات ان انا اقدر اقدم احسن خدمه طبيه لاي مريض في مجال علاج الحول وتجميل الجفون. الخبره هي اهم حاجه في علاج الحول وتجميل الجفون، واللي بتخلي اي مريض عنده ثقه في الدكتور اللي بيعالجه، ودي الحمد لله موجوده عندي. دايما دوروا على الخبره، وقت ما تدوروا على الخبره هتلاقيني موجود في خدمتكم. معاكم دكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري علاج الحول والجفون بمستشفيات ومراكز المغربي تقريبا في الوطن العربي كله. شكرا جزيلا.